لحتى نتعرف أكثر على المعسكر اللي يضم أطفال من مختلف المحافظات، وأيضا لنسلط الضوء على أوبريت وردة وفا يلي كان ختام المهرجان بمشاركة فرق وموسيقيين. معنا بصباحنا غير الدكتور سيمون خوري، رئيس قسم الإبداع والدعم النفسي بمشروع بكرة. قلنا أهلا وسهلا فيك دكتور. صباحك. يسعد صباحك. يعني حكينا بالمقدمة عن وردة وفا، هو الأوبريت الختامي لمعسكر دام يمكن 6 أيام. خلينا نحكي نبدأ من الختام لنحكي بعدين بالتفاصيل عن الأوبريت اللي كان بحضور ومشاركة فرق موسيقية مهمة. طبعا الحفل هو كان بختام المخيم، بما أنه رح نحكي شوي عن المخيم بعد شوي، فهو كان عم يعطي فكرة عن مين هو مشروع بكرة لنا. فلذلك إضافة إلى مشاركة جوة الفرح معنا، فكان في مجموعة من الفعاليات اللي مشاركة هي نحن كان في عنا عرض موسيقي فتم تقديمه، كان في عنا عرض مسرحي، مشروع بكرة لنا بضم رياضيين بضم حالات إبداع، فكان ضمن العرض عم نعطي فكرة عن شو هو مشروع بكرة لنا لكن بلوحة فنية. كمان هالأوبريت يعني كان في له حضور كتير كبير، مثل ما ذكرنا هو ختم هالمعسكر، كيف كانت الأجواء؟ كانت الأجواء كتير رائعة، ويعني نحن تفاجأنا كان في عدد من الحضور كتير كبير من الأهالي المشروع، وحتى من الأهالي إجانا أهالي من المحافظات ليجوا يشاركوا معنا بالحضور، فكان كتير رائع هذا الموضوع. خلينا لكن نحكي عن المعسكر، نفوت بتفاصيله من طبعا اختيار الأطفال لأيضا النشاطات اللي تضمنها المعسكر. تمام. هلا بداية مثل ما ذكرت وذكر التقرير انه هو كان مثل رسالة من مشروع بكرة لنا للجيش العربي السوري، لكن لنوضح هو ليش رسالة وليش للجيش العربي السوري. طبعا نحن نعرف حاليا المسلحين كان دائما هدفهم هو انه تقسيم البلد، فعمل شرخ اجتماعي. تمام. الجيش عم بيسعى لانه هو يوحد الارض، لكن كان مشروع بكره لنا هدفه بالاساس هو توحيد الاطفال مع بعضهم، فلذلك نحن مشروعنا هو مبني على الاخاء وحب الوطن، فتجربتنا حبينا ننقلها للمحافظات، لذلك نحن جبنا اولاد من كل المحافظات. حتى لو فتوا على الخيام ولاحظتوا نحن ما كان في عنا خيمه لمحافظه ريف دمشق او حلب، لا كان عنا بكل خيمه طفل من كل محافظه، بحيث انه خلال هاي الست ايام او مده المخيم الموجودين فيها هن يكونوا مندمجين مع بعضهم، صار في علاقه، بيعرف انه ابن الحسكه في عنده اخ هو ابن حلب وعنده اخ ابن اللاذقيه. وكانت نشاطاتهم اثناء المخيم هي الفريق يلي موجود بالخيمه رقم 4 فرضا، يعني هن صاروا جروب واحد حتى ممكن عم بيتسابقوا مع الخيم الثانيه، يعني نحن فريق من كل المحافظات عم نتسابق مع بعضنا، ما عندنا محافظه مقابل محافظه ثانيه. يعني كان في اطفال من كافه الاعمار بدءا من 6 سنوات كان موجود بالمعسكر. تمام. هلا هو النسبه الاكبر كانت من الطلاب هي من 6 ل 12، وهي الشريحه نعتبرها شريحه المدرسه او الشريحه الاولى بالمدرسه بالحلقه الاولى تقريبا. هلا المشروع عم يدخل المرحله الثالثه حاليا، قديش قدرتوا تحققوا بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية الهدف من المشروع؟ هلا صراحة أي مشروع دائما لا يتم استيعابه من قبل الشريحة المستهدفة بيحتاج لوقت، فكل ما نحن عم نتقدم بالمشروع عم بيصير في انه فهم اوسع له، نقدر انه نوصل الفكرة. مو المشكلة دائما عندنا بتكون باقناع الاطفال باهداف مشروع بكرة لنا، احيانا ممكن انه اقناع الاهل انه شو هدف مشروع بكرة لنا، اقناع المدربين الاشخاص اللي هن عاشوا بطريقة فكر ثانية. هلا مثل ما قلت قبل شوي نحن هدفنا هو بناء التواصل مع بعضنا، وقت نكون نحن مو الهدف نحن نعمل فرقة كورال، لكن ممكن نحقق حفل كورال رائع، لكن هدفنا نحن كيف نكون مجموعة واحدة، كيف أنا ممكن ابن هاي المدرسة بكون بحب ابن المدرسة الثانية، أنا بحافظ على مدرستي مثل ما بحافظ على بيتي، مثل ما بحافظ إذا أنا رحت زيارة على مدرسة ثانية أنا بحافظ عليها كأني عم حافظ على مدرستي، فهو الهدف منه أكبر من فكرة إنه نحن نساوي نشاط، يكون في هدفنا إنه نعمل حفل أو نعمل مسابقة معينة. طب خلينا نحكي لك عن المعسكر، ضم أطفال من كل المحافظات السورية وبعدوا عن أهلهم لمدة أسبوع، شو الصعوبات اللي أنتوا واجهتوها بمشروع والصعوبات اللي حسيتوا الأطفال اللي شوية بنيتوا لهم إياها أو بنيتوا فيهم الشخصية؟ تمام. هلا الصعوبات هي كانت تتركز فقط بأنه خلال فترة الأزمة يمكن الأهالي كانوا ما بيبتعدوا عن أطفالهم وبيخافوا عليهم، وممكن ممكن تواجد فيها قذائف، الولد ما بينام حتى بغرفته بينام بحضن أهله، فيعني الصعوبة كانت الأولى هي أنه الأولاد أول يوم وصلوا فيه
انه بدهم اهلهم. لذلك احنا كان في عندنا فريق للدعم النفسي لكيف انه يخرج الطفل من هاي الحاله وانه يقدر يندمج ويكون مع المجموعه. هلا هاي الحاله خفت كثير اول يوم، ثاني يوم يعني صارت لا تذكر، لكن مثل ما سمعتوا بالتقرير باخر يوم في اولاد لا طلبوا منا انه ممكن نمدد المخيم، ممكن احنا نضل فتره اطول، لانه هن شعروا حالهم انه هن بعائلتهم. ونحن هدفنا كان انه نشعر انه اذا انا كنت قاعد مع طفل من غير محافظه هو عائلتي. يعني حضرتك رئيس قسم الابداع والدعم النفسي، كمان كيف عم تشتغلوا على هالموضوع لدى الاطفال؟ تمام. هلا نحن نحن في عندنا اطفال كثير ممكن يكونوا هن مبدعين ومخترعين، لكن نظام العمل في المدارس ما بيعطي التركيز على هدول الأطفال، لأنه إحنا ماشيين بخط منهاج معين. بالتأكيد. لذلك قامت مشروع بكرة لنا قام بالبحث عن الأطفال، تم اختيار المتميزين بالمدارس بعلاماتهم سجلاتهم الدراسية خلال السنوات الماضية، تم إخضاعهم لاختبار الذكاء، عملنا اختبارات أخرى، عم نبحث عن المتميزين. صار في عنا هلأ عدد من المتميزين حاصلين على نسبة ذكاء عالية، هن طلع معنا بالمرحلة الأولى حوالي 63 واحد. طبعا اللي خضعوا للاختبار 500، لكن 500 تم اختيارهم من حوالي 40 مدرسة. فهدول الأشخاص رح نوضع لهم برنامج خاص، رح يكون في دكاترة مختصين ليتابعوا، يعني المتميز بالرياضيات رح نحاول نأمن له كل الطرق والقدرات، ويكون في له برنامج خاص لرفع قدراته. ممكن هذا الطفل يلي هو هلا حاليا بمرحلة الابتدائي يكون في عنده قدرات على الاختراع، إذا نحن ما عملنا واشتغلنا على هذا الموضوع ممكن تروح، لأنه مثل ما بتعرفوا هي عالميا أنه الطفل بعمره 5 سنين بتكون نسبة الذكاء عنده عالية، يعني 98% هن مبدعين، لكن بعد بس يوصل لعمر 8 سنين تنزل هاي النسبة 2%، نتيجة أنه بده يمشي مع بقية الأطفال بالمدرسة بنفس النظام بنفس، وما في له هذا التركيز والرعاية الخاصة والنظر للرغبات اللي موجودة عنده اللي تختلف عن الآخرين. طب دكتور سيمون، لكن خلينا نحكي عن النشاطات القادمة لبكرة لنا، شو حاطين مشاريع جديدة؟ تمام. هلأ نحن مثل ما ذكرنا بالبداية الهدف المشروع هو العلاقات الإنسانية بين بعضنا، فتم تنفيذها عن طريق النشاطات الموسيقية والفنية والرياضية. الأطفال اللي بيجونا، نحن ممكن يجينا طفل هو حابب يغني لكن هو ما عنده قدرات موسيقية، نحن بنشتغل معه ومنحقق له هدفه بأنه هو يتدرب موسيقيا. لكن من هالأطفال اللي اجونا في عالم عندهم قدرات عالية، فنحن وضعنا هلأ حاليا برنامج للقدرات العالية خاص فيهم. لذلك نحن سوينا اختبار للمتميزين بالمسرح بالموسيقى بالرقص بكل الاختصاصات. هدول الأشخاص رح يكون في لهم برنامج خاص. المرحلة الثالثة بمشروع بكرة أنه وضعنا 5 مراكز للمتميزين. متميزين بالمرحلتين السابقتين رح يصير لهم برنامج خاص. أما مشروعنا فهو مستمر بقية الأماكن للأشخاص اللي هن حابين أنه يقدموا يشاركوا بأي نشاط. نحن بنتمنى لكم التوفيق، وشكرا كثير لوجودك معنا، وتحية لكل اللي كانوا مشرفين على المعسكر وللأهالي اللي دعموكم أيضا بأنه بعثوا أطفالهم. شكرا لوجودك. شكرا لكم. بس كمان أنا حابب أشكر السيد المحافظ والأستاذ محمد سباعي، لأنه لو ما جهودهم الكبيرة كثير ما قدرنا أن نقوم بهذا المشروع. أكيد. شكرا لكم. كل التوفيق لكم وشكرا لك.